السلام عليكم ورحمة الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس على جماعة من يهود. وبيت المدارس هو المكان الذي يتلقى فيه اليهود علوم التوراة. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال له بعضهم: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال لهم: إني على ملة إبراهيم ودينه. فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة، هي بيننا وبينكم. فأبوا، فنزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أرأيت أيها الرسول، أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين أنعم الله عليهم بعلم الكتاب وأتاهم حظا ونصيبا منه، فعلموا أن ما جئت به هو الحق والصدق، ويدعون إلى حكم كتاب الله ليحكم ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله، فهذا من عادتهم وشأنهم، تلك عقيدتهم، يأخذون من التوراة ما يحبون ويتركون ما يبغضون، فهم عبيد لأهوائهم. أنكر جماعة من اليهود نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هلموا إلى التوراة ففيها صفتي. فأبوا. وذات مرة جاء جماعة من يهود خيبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة برجل وامرأة من أشرافهم قد زنياه ليحكم فيهم، وبدلا من أن ينقادوا لحكم الله في كتابهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علهم يجدون رخصة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون بمن زنى منكم؟ فقالوا: نحممهما ونضربهما. ومعنى قولهم: يسودون الوجوه بالفحم ويضربوهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى ابن سورية بالتوراة وهو من أعلم اليهود بالتوراة، ووضع كفه على آية الرجم، وأخذ يقرأ ما قبلها وما بعدها. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذا؟ فقالوا: هي آية الرجم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قريبا من مسجده. وكما أن القرآن الكريم كتاب حق، فهو أيضا كتاب عدل، كتاب إنصاف، فلم يعمم الحكم على جميع اليهود وقال: فريق منهم. وبذلك يكون قد أخرج القلة التي أسلمت كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن التولي والإعراض عن جهل، بل كان عن علم، وهذا أشد وأقبح. قال الشاعر: العيب في الجاهل المغمور مغمور، وعيب ذي الشرف المذكور مذكور. علمت الآن لماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. فإياك أن تكون كاليهود، يعلمون ثم لا يعملون، وكن من المهتدين الذين يعلمون ثم يعملون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.